عام 2018 ظهر مسلسل Avengers Infinity War. كان العدو شخص يدعى ثانوس اللي كانت خطته يمحي نصف البشرية. طيب خلي ثانوس على جنب، راح نرجع له بعدين. التقدم والشيخوخة ثم تمرض لطالما كانت الشغل الشاغل للمجال الطبي. هو بالواقع تقدمك بالعمر ليس هو السبب في وفاتك، بل الأمور متعلقة بالجسد أكثر من كونها حيوية. مثال السيارة اللي بهدلتها لسنين بالنهاية راح تخرب، تتعطل أجزاء من السيارة ويمر عليها الزمن. كذلك الجسد بسبب استخدامه بالنهاية راح جسمك يحتوي على مخلفات من خلايا وأحماض نووية ميتة، وراح تتلف بعض الأجزاء في الجسم وهي اللي راح تسبب في وفاتك. فأنت مت بسبب تلف بعض الأجزاء وليس التقدم بالعمر. فكر فيها برضو من هذه الناحية، لو جمدنا عمر شخص في الثمانين وما عاد صار يتقدم بالعمر، راح برضو يموت بالنهاية بتلف أحد أعضاء جسمه. طيب ليه من الأساس نشيخ ونكبر ثم نمرض؟ ببساطة جسمك يتعرض لهجوم بشكل ثابت من ضغط الأكسدة Oxidative Stress. هذه الأكسدة تكون ما يسمى Free Radicals أو الشوارد الحرة، وهذه بدورها تسبب في الشيخوخة بالنهاية، لأن هذه الشوارد الحرة تخرب وتدمر الخلايا والحمض النووي DNA، وجسمك دائما بحالة إعادة تأهيل وترميم هذه الخلايا المدمرة والأحماض النووية. لكن بنهاية الأمر يحدث أن معدل سرعة الترميم والتأهيل أقل بكثير من معدل سرعة التدمير، مما يسبب مخلفات من خلايا وأحماض نووية ميتة فتحدث الشيخوخة. لما نفكر في الشيخوخة بهذا المنطلق يبان لنا أن فكرة إنهاء الشيخوخة سهل، كل ما علينا أن نصنع علاج يقلل من إنتاج الفري راديكلز ويسرع معدل التأهيل والترميم للخلايا والأحماض النووية الميتة، وبكذا الكل يعيش بشكل صحي وننهي معاناة الشيخوخة للأبد. لكن 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 هل يجب علينا إنهاء الشيخوخة؟ بعض الأفكار الافتراضية حول هذا الموضوع تقول أن الشخص بإمكانه ياخذ حبة واحدة فقط وراح توفر له حياة من دون شيخوخة. ايش دعوة سوبرمان صار ذا؟ وهذا الإنهاء والقضاء على الشيخوخة راح يوفر حياة الخلود للبشر، خلاص ما عاد راح يموتون، وهذه أشياء كويسة. لكن الجانب المظلم لإنهاء الشيخوخة من جانب المعارضين لفكرة إنهاء الشيخوخة، يقولوا هذا التطور الطبي لإنهاء الشيخوخة راح يتوفر أولا للأغنياء والسياسيين وآخر همهم الناس العادية. يعني من حين صادق أي سياسي إلا خيشة الرزدة، وإنك راح تعيش حياة حزينة لو عمرت أصحابك وأهلك يتوفون قدامك، وكل مرة تحب شخص راح تعرف إنه بيموت بالنهاية مثل حياة المستذئب وولفرين في الأفلام، وإنك بالنهاية راح تطفش من الحياة وبتمل وتنتظر مثل الوقت اللي تتوفى فيه. إلى جانب هذا الكم من الجانب المظلم، هناك ما هو أعظم وهو حدوث اكتظاظ سكاني overpopulation، لأن الناس صارت ما تموت، ومع زيادة المواليد راح يزيد عدد سكان العالم لدرجة أن الكرة الأرضية ومواردها ما راح تكفيهم، وراح يزيد الفقر والبطالة توصل للسماء، لأن ببساطة ما في ناس راح تتقاعد بسهولة، وسن التقاعد راح يتم إعادة التفكير فيه، وشح المياه والموارد بشكل عام راح تزيد، مما قد يجبر حكومات العالم تجبر الناس على قانون الطفل الواحد One Child Policy اللي تم تطبيقه في الصين من عام 1980 إلى 2017 لتقليل سرعة تزايد عدد السكان. لذلك ثانوس خوينا كان ناوي يمحي نصف البشرية لهدف إنقاذ البشرية بسبب شح المياه والموارد الغير كافية لدعم كامل البشرية. ومع كل هذا فإن فلسفة بيل غيتس والباحث جون تي أندرسون نوعا ما مختلفة تماما، لكن هذا للجزء الثاني من القصة. لذلك لا تنسى تشترك وتفعل الجرس وتنشر هذا الفيديو لأخوياك. أراكم لاحقاً.